السلام عليكم، أهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب جيم تانية ثانوي الوحدة الأولى درس الثالث والرابع المفردات اللغوية من صفحة 27 لصفحة 33. انتظرون صفحة 27. 1. The ministry is trying to. الوزارة تحاول أن. نقط local and foreign businesses، يعني الشركات الأجنبية والإيه والمحلية. To invest، للاستثمار. In the tourism industry، في صناعة الإيه السياحة. الوزارة بتحاول إنها إيه تقنع الشركات دي يعملوا كده، يستثمروا. persuade، تقنع. دي تهاجم وديت يطلب وديت إيه يحبط. 2. I asked my brother to، أنا طلبت من أخي إنه إيه نقط me to buy some batteries، إن أنا إيه أشتري بعض البطاريات. for the TV remote control، اللي هي الريموت بتاع التلفزيون. طلبت من اخي انه ايه يفكرنا اشتري البطاريه. يذكر remind، دي تتذكر ودي تحفظ ودي انسى. 3. احمد's visits، يعني زيارات احمد. gave his grandparents، يعني ايه بقى خلت ايه اجداده ايه a lot، يعني أعطت أجداده كثير من إيه بقى كثير من السرور. بليجر، زيارته ليهم، يعني إيه دي معناها حزن وديت إحباط وديت تركيز. 4. كايرو يونيفرسيتي، جامعة القاهرة. runs معناها تقوم ب أو تدير. language يعني لغوي لغة. not for all levels، لكل المستويات. from beginners، من المبتدئين إلى المحترفين. هي بتقوم أو تدير كورسات لغوية، يعني courses. 5. The new players skillful performance، يعني الأداء المهاري للاعبين الجداد. شود، يجب إن هم إيه نقط. the team's result، نتيجة الإيه الفريق هذا الموسم. الأداء المهاري ده يجب إنه يعني يعزز نتيجة الفريق. boost، يدفع يعني. دي ينضم إلى وديت يضيف وديت يحبط. 6. iron is important، يعني الحديد بيكون مهم. because we need it to form، عشان احنا محتاجينه لكي نكون new blood، حاجة خاصة بالدم جديدة. نقط. that carry oxygen، تحمل الأكسجين حول ايه او في الجسم كله، يعني يبقى blood cells، تكوين خلايا دم جديدة. 7. young children usually get، الأطفال الصغار عادة. هنا معناها يصابوا بي a lot of، بيجيلهم كثير من ايه نقط. on visiting zoos، عند زيارة ايه حدائق الحيوانات. وكمان ايه and theme parks، ومدن الملاهي يعني. فبيجيلهم ايه بقى بكتيريا من الأماكن دي. 8. during the operation، أثناء العملية. the doctors were trying to، الأطباء كانوا بيحاولوا أن. preserve blood flow، يحافظوا على إيه تدفق الدم. to the brain، للمخ. and the other body إيه body organs، تدفق الدم للمخ وإيه وأعضاء الجسم الأخرى. أعضاء الجسم طبعا تبقى organs، إنما ديت أطراف وديت أجهزة وديت أعضاء. 9. to increase your efficiency، لكي تزيد ايه كفاءتك في العمل. it's important to keep work، انك تحافظ، من المهم انك تحافظ على العمل. and family life، الشغل والحياة الأسرية يكونوا منفصلين عن بعض عشان تفضل مركز في شغلك. separate، منفصل. دي معناها هدمة ودي غريب ودي معناها زي مفصل في الجسم يعني. 10. the meal which we had، الوجبة اللي احنا تناولناها في المطعم الجديد. was delicious، كانت لذيذة. and absolutely، وايه وكانت تماما ايه perfect، ممتازة مثالية. ديت سيء او فظيع وديت معناها مخيف او مروع. صفحة 29 رقم 1، ودي جملة اللي يهمنا هنا. the antonym، المضاد لكلمة pleasure ليسرور، عكسها sadness، حزن. طبعا احنا نختصر عشان ايه، عشان وقتكم يعني. دي معناها متعة وديت سعادة. 2. my little daughter، ابنتي الصغيرة. not ill، مع ill هنا هتبقى got ill، مرضت يعني. after eating a bad meal، بعد ما كانت وجبة ايه سيئة في مطعم. 3. I lay awake، انا ايه نمت ايه
متيقظ كده نايم صاحي in bed في السرير بتاعي 4 hours لساعات thinking بتاخد حرف الجر ايه of بفكر فيه بفكر في ايه بقى the trip الرحلة I am going on اللي هكون بيها اليوم الايه التالي. رقم 4 وعندنا جملة هنا بيقول لي the adjective الصفة brilliant يعني رائع similar in meaning يعني متشابهة في المعنى مع كلمة ايه بقى excellent ممتاز لما قال هنا ايه a brilliant idea فكرة ايه رائعة. رقم 5 في جملة بردك فقال لي the synonym المرادف لكلمة separate منفصل تبقى isolated بيقول هنا ايه انا وزوجتي عندنا حسابات بنكية ايه منفصلة عن بعضينا كل واحد لوحده. رقم 6 my elder brother اخي الايه الاكبر has been very interested مهتم بايه interested تاخد حرف الجر in interested in photography مهتم بالتصوير منذ ما كان في المدرسة. صفحة 30 رقم 7 ودينا ايه هنا جملة كده the noun support يعني الاسم support يعني دعم is similar in meaning يعني مشابهة في المعنى كلمة assistance دي احباط ودي اكتئاب ودي ظلم اضطهاد. الجملة معناها محمد صلاح يحصل على ايه دعم دائما من ايه المشجعين المصريين. 8 مديت برضه الجملة هنا the adjective الصفة من كلمة ايه behavior تصرف هتبقى ايه behavioral دي الصفة منها. 9 محمد جويند محمد انضم الى a new language course كورس ايه لغوي جديد and was able to وكان قادر على نقط the course يعني يدرس يعني in a short time في وقت قصير مع هنا ايه the course هناخد do. رقم 10 a healthy lifestyle يعني اسلوب الحياة الصحي helps يساعد to boost your immune system يساعدك انك ايه تعزز اللي هو ايه السيستم المناعي بالنسبة لك. المهم the verb boost يعزز يدفع is the opposite هي عكس كلمة ايه hinder يعوق يحبط دي بوش يدفع وديت ايه مساعدة او يساعد ودي كمان ايه معناها يخفف. صفحة 31 رقم 1 the coach insisted that المدرب اصر على every team كل ايه فريق نقط must attend يجب انه يحضر لابد انه يحضر early morning training تدريب ايه المبكر في الصباح كل مين كل افراد الفريق فرد هنا ممبر فرد فريق. 2 my grandfather used to spend جدي اعتاد انه ايه يقضي most of the afternoon معظم ايه بعد وقت بعد الظهر ده نقط تو سونجز للاغاني بتاعت ام كلثوم يستمع يعني عندنا الفعل spend دي فعل تاني هنا يبقى في الفعل في ان جي listening. 3 my brother اخي is doing a بيدرس ايه نقط كورس هو كورس المقصود يعني لمدة اسبوعين عند كلمة كورس ديت هتيجي قبلها بقى ايه تكون مفردة الكلمة دي يعني مخدش فيها اس تبقى الاجابة تو ويك. 4 the real الحقيقي نقط of the war للحرب where the young men هم الشباب who fought on the front lines اللي كانوا بيحاربوا فين في الخطوط الامامية يبقى دولت الابطال الحقيقيين بطل في مجتمع هيروز لكن ديت ايه champions دي بطل ايه بطل رياضي. 5 the businessman took a loan from the bank يعني رجل الاعمال اخد ايه قرض من البنك to not his factory building عشان يعمل ايه في مبنى المصنع بتاعه another section يوسع يعني بايه قطاع تاني او جزء تاني للايه المبنى ده المهم يعني يوسع هنا او يتسع expand دي معناها يرفع وديت يقلل وديت ايه معناها يزيد ويزيد. صفحة 32 1 it's a fact that انها حقيقة ان a healthy person's red not count يعني ايه شيء لونه احمر كده عدده ايه عند الشخص اللي صحته كويسة is close يقترب من 1000 يبقى سل اللي هي خلايا يعني او كرات الدم اللي ايه الحمراء عند الشخص المعافى تقترب من ايه من 1000 دي معناها عضو في الايه في الانسان ودي معناها جزيء والاخيره دي معناها ذره.
اتنين symptoms يعني الأعراض of the COVID-19 illness، مرض COVID-19 أعراضه إيه؟ include تشمل a high temperature درجة حرارة عالية and a persistent dry يعني شيء يبقى مستمر جاف، يبقى سعال جاف مستمر coughing. تلاتة lawyers المحاميين should be able to يجب أن يكون قادرين على provide all the legal إن هم يوفروا إيه القانوني نقط their clients للعملاء بتوعهم أو الزبائن بتاعهم اللي إيه يحتاجوها، يوفروا لهم السبورت الدعم. دي معناها مخاطرة ودي يهمل ودي إيه عدم موافقة. رقم أربعة the police officers ضباط الشرطة found no ملقوش إيه evidence يعني دليل of illegal activity بمعنى نشاط غير قانوني in the fire في الحريق. يعني المعنى المقصود ايه بقى؟ ان رجال الشرطة ملقوش ايه دليل يعني persuasive مقنع ان الحريق ده تم بفعل فاعل، ده المقصود، دي معناها معيب. خمسة experts خبراء say that healthy بيقولوا ان ايه الصحي includes يشمل fresh vegetables الخضروات الطازجة والفواكه اللي هو نظام غذائي دايت. ستة some people suggested that بعض الناس اقترحوا ان animals الحيوانات وبعدين نقط differently بطريقة مختلفة before the last earthquake قبل الزلزال الأخير، قالوا ان ايه بقى ان الحيوانات تصرفت بطريقة مختلفة behaved يعني هي حست بالايه بالزلزال. سبعة my colleague زميلي نقط me that we had in fact met before ان احنا اتقابلنا قبل كده من قبل at a conference في مؤتمر في القاهرة، زميلي ايه فكرني بكده يذكر reminded. by law قانونا an employer can't fire someone صاحب العمل لا يمكنه ان يفصل شخص ما without a valid not for doing so بدون سبب وجيه، يعني هنا في فور اللي بتاخدها هنا reason مبرر. تسعة the economists اللي هم رجال الاقتصاد say that بيقولوا money is needed to محتاجين الفلوس ايه نقط the tourism industry صناعة الايه السياحة في مصر عشان ايه تعزز المال عشان يعزز صناعة السياحة boost، دي يخفض ودي يثبت ودي يرفع. عشرة it would be difficult to هيكون من الصعب ان نقط ناجي to leave his present job انه غادر ايه يترك وظيفته الحالية for a new one يعني هيكون من الصعب ان احنا ايه نقنعه انه يعمل كده persuade. 11 luckily لحسن الحظ I was able to correct the انا كنت قادر على ان اصحح ايه نقط I made in the report في التقرير اصحح الخطأ mistake قبل ما الرئيس ايه في العمل يشوف اللي ايه الخطأ اللي انا عامله ده. رقم 12 ديت ايه سهلة بقى اولمبيك جيمز معروفة الالعاب الاولمبية، معنى الجملة all Egyptian squash champions كل الايه الابطال الرياضيين في لعبة السكواش المصريين are sorry يعني اسفين زعلانين that their game ان اللعبة بتاعتهم is not included مش موجودة في الايه لم تشمل في الالعاب الاولمبية ليست لعبة اولمبية يعني. 13 the doctor said that my health can الطبيب قال ان صحتي يمكن ان هي ايه نقط if I change لو انا غير الى او اتنقل يعني الوظيفة تانية ايه a less stressful job وظيفة اقل ايه ضغوطا يعني صحتي ممكن تتحسن improve. 14 the not system نظام ايه نقط is the system by which اللي هو السيستم اللي ايه بواسطته your body protects itself الجسم بيحمي نفسه against disease ضد المرض النظام المناعي immune دي هضمي يعني دي الجهاز يعني الجهاز المناعي ماشي وديت ايه هضمي وديت ايه التنفسي وديت الايه عصبي وكده. 15 the young actors اتنين ممثلين ممثل وممثلة يعني have been very busy كانوا مشغولين since منذ the night of their wedding منذ ايه
ان هم اعلنوا عن زفافهم، بيجهزوا بقى. فهنا يعلن عن شيء ديت announcement. امال ديت بقى advertisement بمعنى اعلان تجاري، ولها نطق تاني كمان advertisement. الاتنين صح. صفحة 33 16 students who aren't hard workers. الطلاب اللي هم ايه ليسوا ايه لا يعملوا بجد. are always دائما worried not exams، قلقين على، يبقى worried about، قلقانين كده من الامتحانات. 17 منى رد، قلناها رد هنا عشان دي ماضي كده، لو كانت مضارع كان زمان بقى فيها اس. منى قرأت الايه the whole research، البحث كله، and نقط notes، ودونت لان ايه كتبت الملاحظات of the main points، النقاط الرئيسية. هتبقى الاجابة ايه؟ هتبقى made notes، يدون ملاحظات. 18 please read the notes، من فضلك اقرا الايه ملاحظات ايه at the front of the book، في بداية الكتاب. they will help you، هتساعدك كثيرا. اقرا الملاحظات الايه التوضيحية. explanatory ديت ايه صفة، لا نط كمان explanatory، الاتنين صح. 19 the manager wouldn't give you the job، يعني المدير مش هيعطيك الايه الوظيفة. in the first ايه نقط if he didn't think you could do it، لو هو لم يعتقد ان انت ايه تقدر تقوم بيها. يعني عندنا في تعبير اسمه ايه في المقام الاول in the first place في الوحدة بتاعتنا. رقم 20 وديت جملة اللي يهمنا هنا assistance، الكلمة دي معناها assistance، معناها ايه مساعدة مساندة. similar مشابهة في المعنى لكلمة ايه بقى support، دعم مساندة. 21 you shouldn't try to، لا يجب انك ايه تحاول ان نقط first aid، انك تقوم بالايه بالاسعافات الاولية. مع first aid بنستخدم do، تعملش اسعافات اولية to anyone لأي واحد unless you are trained، اذا لم تكون مدرب عليها will بطريقة جيدة. 22 calm دي بتاخد ايه stay calm، يظل ايه هادئا ساكنا. 22 the air hostess المضيفة الجوية asked the passengers طلبت من المسافرون من الركاب not to leave لا يتركوا ايه their seats المقاعد بتاعتهم. طبعا احنا بنحل الاول قبل ما نشوف الفيديو عشان نستفيد. 23 we have made an important احنا عملنا ايه هام to our fashion collection لمجموعة الايه الازياء اللي عندنا recently مؤخرا، عملنا اضافة هامة ليهم، اضفنا عليهم حاجات ايه هامة يعني. طيب هنا المطلوب ايه في هنا ان وصفة هيجي اسم addition. 24 ومديني جملة هنا كلمة hinder بمعنى يعوق يعني او يحبط خلاص. طيب can be the opposite ممكن تكون عكس كلمة boost، يعزز يدفع. 25 عشان نختصر وقتكم ذا سينونيم المرادف لكلمة persuasive مقنع convincing مقنع، إنما دي معناها جدلي وديت معناها مخادع وديت محبط. 26 ذا immune system اللي هو النظام الايه او الجهاز المناعي sends yourself not to find عشان ايه يجد الفيروسات ذات اتاكس الفيروس اللي بيهاجم من الايه الجسم، فبيرسل سيلز اللي هي الكرات او الخلايا خلايا الدم اللي هي البيضاء بتدافع عن الجسم دي. 27 athletes الرياضيين must understand يجب يفهمهم the importance of اهميه نقط their hearts regularly، اهميه ايه لقلوبهم يعني بانتظام checking فحص. 28 I am going to take انا هي سوف ادرس a 5 نقط كورس، كورس ايه طبعا احنا خدناها ديت كلمة كورس هيجي قبلها هنا ايه مفرد a 5 day يعني تعتبر صفة ليها يعني يبقى هياخد ايه كورس لمدة ايه 5 ايام on how to cook كيف يطهي الطعام الايه او الوجبات الاسبانية. 29 دي هتبقى بوست خلاص اتكررت يعني وداعم الايه اللي هو الاجهزة المناعية. 30 كلمة سبورت
دعم، تمام، ممكن تبقى مضاد لكلمة ايه بقى؟ لدعم دي، عكسها disappoint، يحبط. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.